حمائي. حمائي من ضمن الحفلات اللي كانت موجوده امبارح، وكانت بدايه مهرجان او حفلات ليالي مصر. انتوا عارفين ان احنا من السنه اللي فاتت واحنا ابتدينا حفلات ليالي مصر اللي بتتعمل دايما في العالمين ان شاء الله، وده من ضمن دي حفله ليالي مصر حاجه، والمهرجان اللي هيتعمل كمان في العالمين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه هتعمل المهرجان ده. المهرجان ده ابتدى السنه اللي فاتت وهيكملوه السنه دي. فكره ان مصر في الصيف، مصر بتبقى حاجه تانية خالص، مهرجانات وحفلات. حمائي كان عامل حفله حلوه قوي امبارح، وطبعا مستنيين في العالمين المهرجان على وعد. ان انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا لكل شبابنا، ان المهرجان في العالمين مش بس هيبقى النجوم اللي احنا بنحب نسمعهم، لكن في وعد كمان ان هيبقى في النجوم بتوعكم، الاندر جراوند، الفرق الراب، الناس المشهورين. عند كتير من الشباب هيكونوا موجودين في مهرجان العالمين. ويوم الاثنين هيكون في مؤتمر صحفي علشان يعلنوا عن العالم عالمين، وكمان بيأكدوا ان هيبقى فيه حاجات زي الليلة الكبيرة وزي الأراجوز وخيال الظل، يعني النسخة التانية هيبقى فيها فعاليات للأطفال، واحنا منتظرين النسخة التانية وان شاء الله تكون أقوى وأحلى من النسخة الأولى.